برباعية وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي، الأهلي بيوصل للدور قبل النهائي للمرة الـ15 في تاريخه. يا بخت مصر بيك يا أهلي. الأهلي للمرة الـ15 يضرب موعد مع التاريخ لملاقات وفاق الصيف ويلحق بالترجي وأول أغسطس. الأهلي في أفريقيا، لو أنت مش أهلاوي اتفرج تستفاد وتتعلم، ولو أنت أهلاوي اتفرج هتتكيف وتتمزج. عمرك شفت تاكلينج يبقى أسيست؟ شفته مع الأهلي عن طريق أحمد فتحي والهدف الأول. شفت قبل كده حارس مرمى يعمل أسيست؟ شفته الأهلي مع محمد الشناوي والهدف الثالث. نموذج النهاردة بيأديه النادي الأهلي، مش لعيبة بس ولا جهاز بس، كمان جماهير. مباراة هي الأحلى والأحسن والأخطر وكل حاجة في كرة القدم يقدمها الأهلي في سيمفونية رائعة جميلة، فيلم مستمتع جدا جدا وانت بتتفرج عليه. وليد سليمان سيظل هو رجل المباريات الكبيرة في كل المواقف الكبيرة. اتعلم واستفاد واتفرج وتمزج وتكيف وانت بتتفرج على النادي الأهلي. الأهلي ووفاق الصيف قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة الأقدر والأقوى في القارة الإفريقية. نموذج جيد جدا 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 النهاردة.